السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بجيد في الرياضيات المستوى السادس. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في الصفحة 47. هذا الفيديو يدخل ضمن أنشطة أسبوع تقويم والدعم أو تقويم تعلمات ودعمها وتوليفها، نقصد تعلمات الوحدة الثانية. نبدأ بالتمرين الأول. أكتب لائحة. لائحة ماذا؟ ألف مضاعفات العدد 10 المحصورة ما بين 120 و 200. إذن هما هادو اللي كتشوفوا قدامكم. تبدأ 120، 130، 140، 150، 160، 170، 180، 190، 200. ثم في باء مطلوب منا قواسم كل عدد، كل من العدد 120 والعدد 100. إذا نبدأ بقواسم العدد 120، هما 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12، 15، 20، 24، 30، 40، 60، و120. دابا غادي نمرو قواسم العدد 100، هما 1، 2، 4، 5، 10، 20، 25، 50، 100. مطلوب منا القاسم المشترك الأكبر للعددين. إذا في أول خطوة شنو كنديرو؟ كنحدو القواسم المشتركة. عندنا 1 وعندنا 2، كاين هنا وكاين هنا، عندنا 4 كذلك، ثم 5، 10 كذلك، يليها 20. صافي، هاد هما القواسم المشتركة. إذا هما مطلوب لنا القاسم المشترك الأكبر، يعني من ضمن هادو اللي حددنا خصنا أكبرهم، إذا هو 20. نمر الآن إلى التمرين الثاني. أحسب ما يلي. أول عملية مطلوبة منا هي 2 على 3 زائد 5 على 4. إذا نبدأ 2 على 3 زائد 5 على 4، هناك مجموع عددين كسريين بمقامين مختلفين. إذا أول عملية نقوم بها هو توحيد المقام. المقام الموحد ما بين 3 و4 هو 12. إذا ضربت هنا في 4 حتى هنا في البسط 4، 2 في 4 تساوي 8. هنا ضربنا في 3، إذا هنا في 3، 3 في 5 تساوي 15. إذا نحصل على 8 زائد 15 تساوي 23 على 12. هذا راه يعني ديجا مختزل، لأن 23 عددا أولي يقبل القسمة على نفسه وعلى واحد فقط، يعني ما كاينش عنده قاسم مشترك هو 12. بالنسبة للعملية الثانية اللي مطلوبة منا هو 3 على 7 زائد 5 على 3. 3 على 7 زائد 5 على 3، إذا مجموع بمقامين مختلفين. إذا أول عملية غنقوم بها هي توحيد المقام. المقام الموحد أو المضاعف المشترك بيناتهم ما بين 3 و7 هو 21. إذا هنا ضربنا في 3، إذا حتى هنا في 3، 3 في 3 9، 3 ضربناها في 7، إذا حتى 5 نضربها في 7، و5 في 7 35. إذا نحصل على 35 زائد 9 44 على 21. ننتقل إلى العملية الثالثة اللي مطلوبة منا، وهي عملية طرح بمقامين مختلفين. إذا نوحد المقام. 6 على 4 ناقص 3 على 7، 6 على 4 ناقص 3 على 7. إذا المقام الموحد ما بين 3، 7 و4 هو 28. إذا ضربنا 4 في 7 حتى 6 نضربها في 7، 42. هنا ضربنا في 4، إذا حتى هنا في 4، وسنحصل على 42 ناقص 12 على 28، هي 30 على 28. نختزل بالإثنان ونحصل على 15 على 14. إذا العملية الموالية هي 11 على 12 ناقص 3 على 5. إذا عندنا مقامين مختلفين. أول شيء نوحد المقام، نضرب 5 في 12 هي 60، ثم 5 في 11 تساوي 55، ثم 12 في 3 تساوي 36. إذا 55 ناقص 36 كتعطينا 19، والمقام نفسه 19 على 60. العملية الموالية هي 2 على 3 على 2 في 6 على 13. نعلم أن في الضرب ما كيهمناش المقام، إذا غادي نضربوا البسط في البسط والمقام في المقام. 3 في 6 تساوي 18.
تساوي 18، واثنان في 13 تساوي 26. إذا نختزل بالاثنان تصبح 9 على 13. العملية الموالية هي 111 على 300 في 3 على 10. إذا نضرب البسط في البسط، 111 في 3 هي 333، و 300 في 10 هي 3000. اختزلوا بالثلاثة تصبح 111 على 1000. العملية الموالية هي القسمة، 2 على 5 مقسومة على 2 على 3. يعني غادي نحتفظوا بالعدد الأول ونضربوه في مقلوب الثاني، 2 على 3 مقلوبه هو 3 على 2. سنختزل مباشرة بالاثنان هنا وهنا، غادي نحصلوا على 3 على 5. العملية الموالية هي 7 على 8 مقسومة على 3 على 4. إذا نحتفظوا بالعدد الأول اللي هو 7 على 8 ونضربوه في مقلوب الثاني اللي هو 4 على 3، ونقوم بعملية الضرب عادي، يعني البسط في البسط والمقام في المقام. 7 في 4 28، و 4 في 3 24. إذا نختزلوا هنا ب بالأربعة، إذا 28 على 4 7، و 24 على 4 6. إذا هذا هو يعني العدد أو القسمة خارج القسمة النهائي مختزل. إذا نمر إلى التمرين الثالث. يقطع دراجي يوميا مسافة أقل من 100 كيلومتر، يعني المسافة اللي كيقطع أقل من 100 كيلومتر. إذا العدد اللي كنقلبوا عليه خصو يكون أقل من 100 كيلومتر. إذا كان عدد الكيلومترات التي يقطعها الدراجي يقبل القسمة، انتبهوا، يقبل القسمة على 3، إذا هو من مضاعفات العدد 3، ويقبل القسمة على 4، إذا من مضاعفات العدد 4، ويقبل القسمة كذلك على 5، إذا هو مضاعف مشترك لثلاثة الأعداد. فما هو هذا العدد؟ إذا باش نحصلوا عليه، أنا قمت بهذه العملية ومتعبة شي شوية، إذا كتبت جميع مضاعفات العدد 3 الأصغر من 100، وجميع مضاعفات العدد 4 الأصغر من 100، وجميع مضاعفات العدد 5 الأصغر من 100، ونشوفوا شنو هو المضاعف المشترك الأكبر، سنجد هو 60. 60 من مضاعفات العدد 3، و 60 تقبل القسمة على 3، حيت كنجمعوا الأرقام 0 زائد 6 و 6 تقبل القسمة على 3. ثم 60 هل تقبل القسمة على 4؟ نعم، 60 مقسومة على 4 تساوي 25. ثم 15، عفوا، 60 مقسومة على 4 تساوي 15. ثم 60 مقسومة على 5، 60 تقبل القسمة على 5 لأن أصلا رقم موحدتها 0. إذن عدد الكيلومترات التي يقطعها هذا الدراجي هي 60. ننتقل الآن إلى التمرين رقم 4. أدى تاجر واحد على جوج الدين المرتب عليه، يعني أدى النصف ديال الدين ديالو بعد مدة، ثم أدى 2 على 5 من هذا الدين أيضا، يعني خلص في الأول النصف ثم خمسين، وبقي في ذمته شحال المبلغ اللي بقاله؟ 8900 درهم. دابا مطلوب منا شحال هو المبلغ ديال الدين كلي. إذا أول حاجة غادي نديرو هو نعرفو شحال خلص. إذا هو خلص في الأول واحد على جوج، ثم خلص جوج على 5، إذا نديرو المجموع بيناتهم. غادي نوحدو المقام، وهذه كل مقام الموحد هو 10، ثم 5 في 1 5، و 2 في 2 4، 9 على 10. هذا هو المبلغ الذي المؤدى، يعني الذي أداه، الذي دفعه التاجر. ثم الآن غادي نحدو العدد الكسري الذي يمثل المبلغ المتبقي. إذا المبلغ يعني الدين كله نمثلوه ب 10 على 10، واللي خلص فيه هو 9 على 10. إذا نديروا الفرق بيناتهم، 10 على 10 ناقص 9 على 10 هو 1 على 10. اذا اللي بقالوا مازال ما خلصوش هو 1 على 10. هاد 1 على 10 عدد كسري شحال كيتمثلوا بالدرهم؟ يمثله 8900 درهم، اذا تساوي 8900 درهم. اذا سنقسم هذا المبلغ على 1 على 10 لمعرفه يعني شحال المبلغ الكلي. اذا هو 8900 مضروبة مقسومة على 1 على 10، إذا تتحول إلى جداء، المقلوب ديال 1 على 10 هو 10، إذا المبلغ الكلي للدين هذا التاجر هو 89000 درهم. ننتقل إلى التمرين رقم 5.
أكتب جميع قواسم الأعداد. أولا نبدأ بقواسم العدد 42. إذا قواسم العدد 42 هما 1 2 3 6 7 14 21 42. ثم مطلوب منا قواسم العدد 56، هما كالتالي 1 2 4 7 8 14 28 56. ثم مطلوب منا كذلك قواسم العدد 70، 1 2 5 7 10 14 35 70. السؤال الثاني دائما في إطار تمرين رقم 5، اكتب جميع القواسم المشتركة بين هذه الأعداد. إذا مطلوب مني بعد ما كتبت القواسم نشوف شنو هما القواسم المشتركة، يعني القواسم اللي كاينين هنا وهنا وهنا. إذا 1 لأنه قاسم مشترك لجميع الأعداد، ثم عندنا 2 إلا انتبهتوا فيهم كاملين، ثم 7 موجودة هنا وهنا وهنا، إذا 7، ثم 14، حتى 14 من القواسم المشتركة. مطلوب منا في السؤال الأخير في التمرين رقم 5 شنو هو القاسم المشترك الأكبر؟ إذا من ضمن هذه القواسم المشتركة شكون هو أكبرهم؟ هو 14. إذا القاسم المشترك الأكبر هو 14. نمر إلى التمرين رقم 6. Pendant la période d'hibernation, un ours, qu'est-ce que ça veut dire un ours ? هي في فترة السبات، لأن الدبابة تدخل في السبات خصوصا في فصل الشتاء. داك واحد الدب كيفقد من الوزن ديالو تسعود على 6 على 19 من الوزن، أولا من الكتلة ديالو، عفوا من الكتلة ديالو. Quelle sera sa masse à la fin de son hibernation, sachant que la masse de l'ours était de 185 kg avant le début de son hibernation. شحال غتكون الكتلة ديالو في نهاية داك السباس ديالو إلا عرفنا بأن الكتلة قبل من بداية السباس كانت هي 285 كيلوغرام. إذا العملية بسيطة، غادي نقبطو 285 ونضربوها في هذا في هاد العدد الكسري، وداك العدد اللي خرجنا، إذا ضربنا إلا درنا هاد العملية ديال 285 مضروب في 6 على 9، يلا غادي نحدو الكتلة التي يفقدها. ثم ديك الساعات غادي ناخدو الكتلة ديالو ونقصو منها الكتلة التي يفقدها ونلقاو الكتلة اللي غادي يكون بها في نهاية السبات. إذا العملية كالتالي، 285 مضروبة في 6 على 19، إذا العملية بسيطة، نضربو هذا البسط في البسط والمقام في المقام. 285 مضروبة في 6 تعطينا 1710، 19 في 1 9، إذا درنا هذه القسمة هذه ستعطينا 90 كيلوغرام. إذا خلال فترة السبات يفقد الدب 90 كيلوغرام. هذا هو الكتلة التي يفقدها. إذا الكتلة في البداية ديال السبات كانت 285، إذا كان كيفقد 90، إذا خصنا نقصو منها 90، في نهاية السبات ستصبح كتلته هي 195 كيلوغرام. ننتقل إلى التمرين 7. تمرين رقم 7، أنقل الرسمة على تربيعات دفتري. مطلوب منا أن نعود نرسمو هذا الشكل، لا داعي نرسمو، غادي نحاول نجاوب هنا باش ما نزيدش نطول الفيديو أكثر. معلمة النقطة ب، ما هي فين هي النقطة ب؟ هي هذه. إذا المعلمة ديالها شنو هي النقطة؟ إذا الخط 2 2 8 هي اللي مطلوبة لنا. أكتب معلمة النقطة أ. إذا نبداو النقطة أ، نقطة أ. إذا شنو أ فين هي؟ هي هادي. إذا غنشوفو شنو من هنا، 1 5، إذا كنديرو الإسقاط ديالها هنا وهنا، 1 5، نبدأ من الأسفل ثم عندنا السهم كيوضح لنا. إذا المعلمة أ هي 1 5، ثم مطلوب منا المعلمة دو الدي، الدي انتبهوا 5 6، إذا الدي عندها 5 6، ثم أ انتبهوا. إذا الإسقاط ديال أو غادي نلقاوها 9 ثم 7 9 7، وأخيرا جي عندو 2 1، هانتوما 2 1. إذا هاد هما المعلمات النقط اللي مطلوب منا. انتبه، أحدد معلمات النقطة سي ليكون الشكل ABC متوازي الأضلاع، ليكون الشكل ABC متوازي الأضلاع. انتبهوا ABC، إذا شنو غادي نديرو؟ يعني غادي ناخدو المسافة من أ
للدي، استعمل البركار، وغادي ندير. ثم اخذ القياس اللي ديال بي ا، وغادي نوضع الابره هاد المره في الدي ونتابع. نقطه التقاطع هو هذه، هي السي. اذا نشوفوا فين هي المعلمه ديالها. اذا هي 6 9، اذا السي معلمه السي هي 6 9. بنفس الطريقه ديال البركار غادي نحدوا معلمه النقطه اف، وحددوا معلمه النقطه اف ليكون ا او اف جي مستطيلا، ا او اف جي مستطيلا. اف غادي يكون المعلمه ديالها بنفس طريقة البركان اللي وضحت قبل. إذا باش غادي نديرو اللي ما فهمش، إذا غادي ناخد أولا هاد المسافة اللي ما بين أ و أ، وكنوضع الإبرة في الجي وكندير بحال هكا. ثم كناخد المسافة اللي كاينة من أ للجي وكنوضع الإبرة في أ، كندير علامة. إذا فين كتجينا هي نقطة التقاطع. إذا معلمة إف هي 10 3، اف معلمتها 10 3. بنفس الطريقه اللي وضحت غادي نديرو معلمه النقطه ام، ام ولكن باش يكون عندنا مربع. اذا جميع اضلاع المربع متساويه، اذا يكفي اننا ناخذ الدي ونوضع الابره في الجي وندير الاول، ثم عاوتاني ندير العلامه الثانيه من الدي بنفس الفتحه، لان هذا راحنا نتحدث على مربع وجميع اضلاعه متساويه. اذا نقطه التقاطع هي هذه، وبالتالي معلمه النقطه ام هي 6 2. إذا هادو هما المعلومات اللي كيقلبوا عليهم هنا. بالنسبة للتمرين رقم 8، مطلوب مني أن أرسم دائرة مركزها إم وأخرى إن. مطلوبوناش هو الشعاع نفسه أو لا مختلف، أنا رسمتهم بشعاعين نفسهم. خديت إم وإن ونقطة التقاطع ديالهم هي أ وبي. مطلوب منك أنك تحقق واش هما متعاملين. طبيعة الحال غتحقق بالأمر بسيط، يعني أنك تاخد المثلث ديالك وتعبر. في غياب المثلث أنا غادي نتحقق لكم غير بهذه المسألة هذه. اذا هادو راه متعامدين باش تعرف بان المنتصف. قال لك ثاني حاجه مطلوب منا ان نتحقق منها، يمر من منتصف القطعه ا بي، اما بالبركار او لا بالمسطره. يكفي بالبركار انني غادي ندير، شوف هاد المسافه حددتها وغادي نحاول نتابعو نتاكد واش نفس المسافه هنا. اذا نفسوها، اذا هذا راه يمر من المنتصف. نمر الى التمرين رقم 9، انشئ مربع. مطلوب مني انشاء المربع بشرط ان بدي كتساوي 4 سنتيمتر. ماذا نقصد ببدي؟ بدي هو يعني القطر. اذا اول شيء ساحدد يعني فين هو المنتصف ديال هاد القطر هذا. غادي ندير بحال هاك، انتبهوا هاك، رسمت واحد جوج العلامات هنا، ثم نحتفظ بنفس الفتحة وغادي ندير بحال هكا. غتسألوا علاش كندير هاد العملية. هاد العملية عندها جوج ديال الأمور. أولا غادي نلقى المنتصف ديال القطعة بي دي، وبهذه الطريقة غادي نرسم حتى العمودي على بدي. إذا هذا راه منصف القطعة بدي. علاش درنا العمودي؟ أولا اللي ما عندوش هاد العملية يقدر يحسب هنا 4 ويشوف فين كاينة 2 سنتيمتر وياخذ المثلث ويدير العمودي والمرمي المنتصف، لأن قطرة المربع متعامدة. أول شيء لأن قطرة المربع متعامدة ومتساويان، إذا وكيتقاطعوا في المنتصف ديالهم. إذا هنا أوتوماتيكمون هادي راها 2 وهادي راها 2. إذا أش غادي ندير؟ غادي نحاول عاود نوضع الإبرة ديال البركار هنا، انتبهوا هنا، وغادي ندير ناخذ العبار ديالي وغادي ندير القوس ديالي، عفوا القوس هنا ثم القوس الثاني هنا. والعمليه اللي بقات، اذا هذه نقطه وهذه النقطه. اذا ا بي سي دي، اذا ا بي سي دي. غادي نرسم طريقه بسيطه وسهله في متناول الجميع. إذا هنا رسمت المربع، زوايا قائمة، قطرا متعامدا، متقايسان يتقاطعان في منتصفيهما. بالنسبة للتمرين رقم 10،
ABCD مربع بحيث AB يعني هذه المسافة من هنا حتى لهنا كتعطيني 32 متر مع BE BE إذا هذه المسافة تساوي FC تساوي هذه المسافة تساوي GD تساوي هذه المسافة تساوي HA إذا و و E F G H مربع بحيث إذا هذا مربع بحيث E F هاد E F تساوي 3 على 4 A B إذا أول شيء سنقوم به هو تحديد E F شحال كتساوينا إذا باش نحدد E F 3 إذا E F كتساوينا 3 على 4 A B إذا هاد A B نعوضها بالقيمة ديالها E F تساوي 3 على 4 في 32 يعني تساوي 96 مقسومة على 4 تساوي 24 متر إذا طول الضلع هنا هو 24 متر سؤال الأول أحسب محيط مطلوب منا حساب محيط هذا بما أننا لقينا طول الضلع فسهلت لأن القاعدة هو طول الضلع في 4 إذا سنحسب 24 في 4 تعطينا 96 متر إذا لقينا المحيط دابا السؤال الثاني أحسب مساحة الأجزاء الخضراء إذا مطلوب منا نحسب مساحة الأجزاء الخضراء كيف ذلك؟ غادي نحاول نحسب مساحة المربع الأبيض ثم مساحة المربع الكبير وندير الفرق مساحة المربع الكبير ناقص المربع الصغير إذا نحسب مساحة المربع الأبيض بما أن طول الضلع هو 24 ومساحة المربع هو طول الضلع مضروب في طول الضلع إذا 24 في 24 تعطيني 596 متر مربع سميتها اس ان دابا مساحه المربع ا بي سي دي يعني هذا الكبير اذا عندنا اصلا هذا الطول هو 32 اذا مساحته نسميوها S2 S2 تساوي 32 في 32 كتساوي لنا 1024 إذا باش نلقاو مساحة الأجزاء الخضراء يكفي أن نقوم بطرح 124 ناقص 596 تعطينا 448 متر مربع إذا التمرين الأخير في هذه الصفحة هو كالتالي جو تيرمين لا كونستركسيون دي فيغور مطلوب مني إنهاء الرسوم التالية مطلوب مني هنا مني هنا ريكتونجل مستطيل سميتو ABCD إذا يكفي أنه إلا عندك بأركار غادي تخدمهم إذا أول حاجة غادي ناخد المسافة AB بالبركار ونحول الإبرة البركار لمكانها اللي هو سي راه خصني نحافظ على نفس الفتحة إلا غيب غيرت الفتحة ونقوم برسم عفوا نقوم برسم القوس الأول ثم نأخذ المسافة بسي هذه المرة ونوضع البركار في أ وغادي نرسم إذا هذه النقطة الأخرى وبهذه الطريقة نكون كملت المستطيل ثم مطلوب مني باراليلوغرام اللي هو متوازي الأضلاع إذا AB خديت AB وغادي نحول الإبرة وندير القوس الأول ثم دابا سنأخذ المسافة AC كنحاول ما أمكن ديما نعلم التلامذة أنهم يستعملوا البركار باش ميبقاش يبدل الأداة ويتلف وإلا تعرف هاد التقنية يعني يخدمها في المربع في المتوازي الأضلاع في المستطيل في كلش إذا بهاد الطريقة غادي يكون رسم متوازي الأضلاع باراليلوغرام ثم طلب مني كاري يعني مربع ABC بما أننا في التربيعات يعني راه الأمر بسيط يعني نقدر نستعمل غير التربيعات إذا غادي نحاول نرسمه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لو ما كناش في التربيعات راه ممكن نستعمل نفس التقنية ديال البركار هذا كل ما يخص التمارين الموجودة في الصفحة 47